قرار جديد بالنسبه للاغلاق بالنسبه للصالونات والحمامات والشواطئ كيف ما كانوا، قرار شويه صعيب بالنسبه للناس سيرتو غير خرج المتنفسات الحدائق وداك الشيء. ما هذا الشيء جاب وراء بزاف ارتفاع الحصيله ديال اصابات كورونا، وسيرتو نسبه الاعداد ديال الوفيات اليوميه 33 وفاه 20 شويه القضيه صعيبه. نتمنوا الامور تحسن من القدام، ونتمنوا هذا القرار هذا اللي اتخذته السلطات يكون عطى الاكل ديالو من الاخر ديال الموسم ان شاء الله. اصلا الاغلاق ديال البحر الا كان في الصالح ديال المواطن حنا معاهم، والا كان ماشي في الصالح غير خبطوا وسد بلا 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 موجب صراع، زعما كيبان لي ما كاينلاش وما بقاش بزاف. شهر 8 باقي هاد 4 ايام ولا 5 ايام، كيبان لي الناس يبقاو يخليو الناس يعوموا شويه، ولو انهم كيعوموا في واد الحار ماشي كيعوموا في الماء ديال البحر. البحر هنايا بعدا هذا ديال عين السبع خارجين عليه، اصلا فيه 4 ديال القوات ديال واد الحار كلهم كيكبوا فيه، كيف فيك الضربيده كلها كتكب هنا، واللي كيعوم هنا راه كيحطها في دارو وكيجي يعوم فيها هنايا، ما فيهاش تخرجيش. هذه كنقولها انايا امام الملا، لان عين السبع تكرفصوا عليها بهذا الودان وزادوا كملوا عليها بواحد 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 الحيط ديال الحجر داروه لهيه، قال لك بغاو يديروا داك الطريق ديال الرموكات بوحدهم وداك الشيء بوحدهم، مي ما خدمش ليهم دوك الناس اللي داروه، والله ما عرفت كيفاش داروا القرار ديالهم. واش غادي نقول لك، ما شاء الله هاد لابيسين اللي واقفين قدامه هنايا غالي تروشير تروشير بالنسبه للمواطن عادي مسكين ما يقدرش يدخل ليه، كيشوف بعينيه ولكن ما كيقدر يدير والو.